أم علي وضحكنا هي أنا وياها لين ما قلنا بس. كان مرة موقف مرة يضحك. بعدين يوم كانت معي هذيك سبعة ما قدرت أتحمل مرة ضحكت وياها كثير. واكثر شيء ضحك ام سلطان وام علي كانوا اكثر ناس يضحكون. وبعدين نومت ام عليا. يا الله انا عندي امتحانات بس امي ما تدرسني. ماما يلا هوت ميلك. بعدين الحين عندي مشكله مره مهمه. يلا هوت ميلك بليز. بعدين بنات المزعجات كل ما تسافر المهمة يزعجوني. قولي شو صار أمس في الحفلة؟ سلطان أشوف ريحة غاز مكانك بعدين. في ريحة غاز. حليب؟ مين فتح الحليب وحطه في النار؟ أكيد هذه فطامي. أنا براويك يا فطامي. شو سويتي في المدرسة حطيتي غاز؟ ليش تفتحين النار؟ حتى لو كنتي جوعان يلا روحي درسي. أعوذ بالله من حال البنات. خليني أكون مسافتي مع أم سلطان. هاي أم سلطان كملي لي شو صار في الحفلة أمس؟ ما شاء الله كيكة وقت لذيذ واو. أنا ما قلت أمس ساعدي ما حطيت كيكة وقت لذيذ واو. أنا ما قلت أمس ساعدي. ويوم سلطان مرة كان يضحك. وبعد أكثر شيء يبطاحة يبطاح سلطان الله يعينكم. شو صار فيها يا بس هي كانت تلعب بالكهرباء وما
انتبهت عليها، بس الحمد لله ما صار فيها شيء. وانا اخذت في المال 0.14. ليش تاخذين 0 من 10؟ انا دوم ملك نكورمي الون كبها، بس كان بيحترق بيتنا. هذا كله من سبب هذا التليفون، اظلي ماسكنا طول اليوم وما اهتم فيكم، خاص من اليوم فصاعدين لازم اهتم فيكم، ما اهملكم. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. وانا اسمي لولو وبدانا. انا ميلا. وانا اسمي دانا. انا اسمي هيا. انا تامي. ولا تنسون حساب الانستغرام والتيك توك، ولا حسابنا سوالف، لا لا تنسوا تشوفونا على بقول ان في ديناصور بس ما في ديناصور يا جماعه. Thank you.
معين. يلا خلنا نكمل اللعبة، تعالوا. لا 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 حد يلعب معاها في الجدارة، لأنها تقول في ديناصور في ديناصور ما في ديناصور. يلا خلنا نكمل. لا 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 ليش ينادوني أنا الكذاب؟ أنا ما عندنا أصدقاء. بروح أقولهم أنا آسفة. يلا عارفة واحد ما أكذب ثاني مرة. أوكي سمحنا، عشان تعالي لعب معانا. لا 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 يلا نلعب في البايسكل. يلا لا تنسونا.